أهلا بيكم في أحلم أكاديمي، معاكم لاتينو. النهاردة تبقى حلقة مختلفة، هنجاوب فيها على حاجة دوخت كل مستخدمي الكيوبيز ومش عارفين يحلوها ازاي. لو بتحب النوع دوت من الفيديوهات ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة وتعمل شير للفيديو. ايه هي المشكلة ديت؟ كتير من الموزعين اللي بيستخدموا الكيوبيز بيحصل معاهم تأخير بعد ما يسجلوا الانسترومنت بتاعتهم، بيلاقوها ان هي مش بادئه في المكان اللي هم عايزينه. ده بيحصل نتيجه حاجتين، نتيجه البفر سايز، والنتيجه التانية ان المكتبه ذات نفسها بتعمل ديلي الكيوبيز ما بيقدرش يعالجه. نقدر نسهل الموضوع دوت ونحله ازاي؟ اول حاجه نتاكد من الازيو بتاعتنا ان احنا مختارين بفر سايز يكون مناسب لعمليه التسجيل، اللي هو نختار مثلا 128 256 512 لو الجهاز امكانياته تسمح. بعد كده بقى عشان خاطر نحل المشكلة اللي بتحصل في الكيوبيز، شركة ستاينبيرج عملت خانة تقدر تحط فيها رقم محسوب فيه التأخير اللي بيحصل عشان خاطر لما تيجي تلعب حاجة تلاقي اللعب نزل مكانه على طول. الخانة ديت بنجيبها منين؟ بنفتح ستوديو سيت اب ونقف على VST Audio System. دلوقتي في رقمين مكتوبين هنا، اوكي. الرقمين اللي مكتوبين هنا دولت هنعمل فيهم ايه؟ اللي هم input latency و output latency. هنفتح اي كالكوليتر موجود على الموبايل او على الجهاز ذات نفسه وهنعمل عملية حسابية. العملية الحسابية اللي هنعملها ديت هتختلف لو جيت تغير رقم البفر سايز وحبيت تشتغل باي رقم تاني. طبعا هي ديت مشكلة وميزة في نفس الوقت، ان بيديك اوبشن كده انك تستخدم بفر سايز اكتر من اللي الجهاز بتاعك يقدر يستخدمها، تمام. بس في نفس الوقت مشكلة ان هي بتدخلك في فكرة ان انت اللي بتحسب وانت كمان اللي بتعالج الديلي كومبنسيشن او لاتنسي اللي بيحصل بسبب البلاجن دوت. فالحسبة بتتعمل ازاي؟ بتجمع الرقم دوت 24.40 زائد 250.11 وبتدوس يساوي. هو دلوقتي كتب لك رقم، الرقم دوت تمام المفروض انت هتاخده تحطه في الخانة هنا اللي هي اسمها ريكورد شيفت، اللي هي ترحيل التأخير اللي بيحصل في التسجيل. بس مش هينفع تحط الرقم دوت زي ما هو هنا، لان اللي بتحط هنا سامبل واللي محطوط فوق موجود ميلي سكند، فانت هتحتاج تحول دوت لقيمة تانية. علشان تحول دوت لقيمة تانية هتعمل ايه؟ هتضربه فيه 100 يديك الرقم دوت. طبعا الارقام اللي ظهر قدامك ديت ارقام خاصة بجهازي انا، بالازيو بتاعتي انا، بالامكانيات الخاصة بجهازي انا، بالاختيار اللي انا مختاره للبفر سايز من الازيو بتاعتي. الرقم اللي هو كتبه لنا دوت هنعمل ايه؟ هتكتبه في الخانة ديت، تمام؟ تكتبه مرة يكون بالموجب او مرة يكون بالسالب عشان خاطر تشوف الترحيل بتاعك بيحصل ان اللعب بينزل في مكانه ولا بينزل مترحل ناحية اليمين ولا بينزل مترحل ناحية الشمال. فدوت كده الرقم اللي موجود عندنا، بتدوس دبل كليك هنا 49251251، اوكي، وتدوس اوكي وتجرب. لو لقيت اللعب بتاعك لسه مش مظبوط، كل اللي هتعمله انك هتيجي على الاول هنا قبل الرقم وتحط سالب، عشان انت بتبقى مش عارف اللعب اللي انت بتلعبه مشكلته ان هو بيجي مكانه بدري، تمام، ولا بيجي متأخر. فهتجرب الرقمين دولت وتشوف ديت 100% هتحل مشكلة التأخير اللي بتحصل نتيجة البفر سايز ونتيجة المكاتب اللي انت بتستخدمها الكيوبيز مش بيقدر يحسب لها ديلي كومبنسيشن صح. اتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، ولو حد عنده طريقة تانية بيعرف يحل بيها الموضوع دوت ياريت يكتبها لنا في الكومنتات او يعمل عليها فيديو. سلام.